بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع درس العوامل الأولية للصف السادس الابتدائي، نتعرف عن العامل، العدد الأولي والعدد غير الأولي المؤلف، وتحليل العدد إلى عوامله الأولي. يعني عوامل العدد يعني الأشياء التي يقبل القسمة عليها. يعني مثلا واحد يقبل القسمة على واحد، اثنين تقبل القسمة على الاثنين وعلى الواحد، الثلاثة تقبل القسمة على الثلاثة وعلى الواحد. دي العوامل اللي بيقبل القسمة عليه. طيب، يعني العدد الأولي هو العدد الذي لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد، ما يقبلش القسمة اللي على نفسه والواحد. زي واحد، زي ثلاثة، زي اثنين. الواحد لأن ما فيش غير إلا واحد بس، فهو عدد لا أولي ولا غير أولي. الواحد والصفر عددان لا أوليان ولا غير أوليان. أما العدد الأولاني يقبل القسمة على نفسه فقط، والواحد الصحيح. زي اثنين وزي ثلاثة وزي خمسة وزي سبعة، ما يقبلوش القسمة اللي على نفسهم والواحد. العدد الغير أولي يقبل القسمة على الواحد وعلى نفسه وعلى عدد آخر. ومعظم الأعداد الزوجية، كل الأعداد الزوجية أعداد غير أولية ما عدا الاثنين والصفر، دول أوليين. يبقى كل الأعداد الزوجية أعداد غير أولية ما عدا الاثنين والصفر. بنحلل العدد العوامل الأولية ازاي؟ هنعرف الكلام ده. مثلا هشوف، يعني أنا دلوقتي عاوز مثلا واحد في سبعة، بحللها يعني بتتضرب في واحد وفي سبعة، يبقى دول العوامل الأولية بتاعته. الستة بتتضرب في واحد في ستة واتنين في تلاتة، يبقى دي عوامل العدد. بحلل العوامل الأولية هكذا، أشوف كام في كام يعطينا العدد ده. يعني ده اسمه تحديد، تحليل العدد لعوامله الأولانية. العدد الأولي عدد له قاسمان فقط هما الواحد والعدد نفسه، زي 11 13 23. عدد غير أولي عدد أكبر من واحد، أكبر من واحد وله أكثر من عاملين. يعني ليه عامل غير الواحد ونفسه حاجة تانية، زي الست. لو قسمت على الستة تديني واحد، وقسمت على الواحد تديني ست. ينفع أقسمها على حاجة تانية؟ على الاتنين وعلى التلاتة. يبقى إذا عشان كده هي غير أولي. لكن اللي ما يقبلش القسمة اللي على نفسه والواحد بس، ده عدد أولي زي ال11 وال13 وال5 وال3 وال7 وال2. الواحد والصفر لا أولي ولا غير أولي. طيب، تصنيف الأعداد. لو قال لي عاوزين نصنف كل عدد ده من دول أولي ولا غير أولي، طبعا احنا قلنا أي عدد زوجي يعني 2 4 6 8 10 12 14 يبقى غير أولي. يبقى غير إيه؟ غير أولي. أقول له غير أولي. ليه؟ لأنه عدد زوجي أكبر من 2. 19 دي أقول له أولي. ليه؟ ما تتقبلش إلا على نفسها وعلى الواحد. ينفع 19 تتقسم على حاجة تانية؟ لا. يبقى عوامل ال 12 عندي واحد واثنين واربعة كده. طيب، يبقى دي مظبوطة، هي محلولة عندنا اهي. بس احنا ايه، طيب هنا بيقول لي صنف كل مما يأتي إلى أولي وغير أولي. التمانية وعشرين، الأربعة في سبعة بتمانية وعشرين، وتمانية وعشرين على الواحد فهاتي تمانية وعشرين. يعني إذا تقبل القسمة على نفسها وعلى الواحد وعلى غير. الأربعة في سبعة بتمانية وعشرين يبقى غير أولي. ليه؟ لأنه بيقبل القسمة على أعداد أخرى. تمام؟ طيب، 11 أولي. ليه ما يقبلش القسمة إلا على نفسه والواحد؟ 81 غير أولي. ليه؟ لأن 9 في 9 بإيه؟ ب 81. وليه أكتر من عامل غير الواحد ونفسه؟ يبقى غير أولي. يبقى غير أولي ينفع يتقسم على الواحد ونفسه وعلى شيء تاني، يبقى غير أولي. لأن التسعة في تسعة بواحد وهي 80، يبقى إذا ليه عوامل التسعة غير الواحد غير الواحد و80. كل عدد غير أولي يمكن التعبير عنه في صورة ضرب أعداد أولية
ويطلق على ذلك تحليل العدد إلى عوامله الأولية. ويمكن استعمال التحليل علشان نعرف الأعداد الأولية، يعني مثلا 36 إزاي أحللها؟ بنقول 2 في 18 وبعدين أنزل الاتنين لأن خلاص الاتنين عدد أول، عدد أولي، وبعدين 2 في 9 وبعدين أنزل الاتنين وأخد 9 أحللها 3 في 3. دول بقى عوامل أولية ما عادش ينفع يتفكك وخلاص. يبقى طلعت العوامل الأولية بتاعته 2 في 2 في 3 في إيه؟ 3. يدي العوامل الأولية. العاملين الأوليين اللي هم اللي مش مكررين 2 وإيه؟ و3. كل عوامله أهي. وممكن أعملها بطريقة تانية، أقسم على 2 وبعدين ال 18 أقسمها على 2 وبعدين ال 9 أقسمها على 3، 3 أقسمها على 3 لما يخلص 1 جه يبقى خلاص كده خلصت. يبقى عرفنا إزاي نحلل العدد لعوامله الإيه؟ الأولي. حلل كل من الأعدادين الآتيين إلى عوامل الأولية. 54 أشوف كام في كام يعطيني 54. 6 ضرب 9، 6 في 9 ب54. وبعدين آخد الستة حللها 2 في كام؟ في 3، ونعمل بينهم وبين بعض ايه؟ في. والتسعة نحلل 3 ضرب 3، ونعمل هنا في وهنا في. يبقى دي العوامل بتاعتها هتساوي كام؟ هتساوي 2 ضرب 3 ضرب 3 ضرب 3. عرفنا بنحلل ازاي؟ بشوف هنا 8 في 9 ب72، 8 ضرب 9 دول بيساوي 72. بعدين اخد 8 احلل 8، 2 في 4. طبعا الاتنين هتنزل لكن الاربعة ينفع تتحلل، 2 ضرب 2 اهم. والتسعة اضربها في كام؟ في 3 في 3، هتتحلل معايا 3 في 3. يبقى اذا 72 يساوي اهم العدد ده، 2 في 2 في 2 في 3 في 3، 2 في 2 في 2 في 3 في 3. يبقى انا بفكك العدد لغايه ما يوصل لعدد اولي، يعني ما عادش ينفع يتبسط اكتر من كده، يبقى هو كده خلاص. صنف كل في عدد فيما ياتي الى اولي او غير اولي او غير ذلك. العشرة غير اولي لان ينفع تتقسم على نفسها وعلى الواحد وعلى الاثنين وعلى الخمس، يبقى دي غير أولي. التلاتة أولي، ليه ما ينفعش تتقسم إلا على نفسه؟ الواحد غير ذلك، ليه؟ لأن هو مالوش إلا واحد بس، هو بس نفسه. الواحد وستين أقول له أولي، ليه ما ينفعش يتقسم إلا على نفسه والواحد الصحيح؟ يلا مش عاوز اطول عليكم. غير اولي اولي غير ذلك خلاص. نكمل ننزل لتحت. حلل كل عدد فيما ياتي الى عوامله الاوليه. هنا طبعا ال 14 اقول له 2 ضرب 7، وبعدين هنزل الاتنين وملهاش السبعة، ملهاش حاجة تانية، يبقى 2 و7 بس، بس مفيش الا كده. ال 81 احنا لسه محللينها دلوقتي،
تسعة ضرب تسعة، وهنفكك دي تلاتة ضرب تلاتة، والتانية تلاتة ضرب تلاتة، ونعمل هنا برضو فيه كلهم فيه واحد اتنين تلات أربع تلاتات، يعطيني تلاتة في تلاتة تسعة، في تلاتة بسبعة وعشرين، في تلاتة بإيه بواحد وتمانين. يبقى التحليل بتاعه تلاتة ضرب إيه، تلاتة هنكررها مرتين، نعمل له الشجرة دي كده ونعمل. ال65 هتبقى 13 ضرب 5، 13 ضرب 5، 5 في 3 ب 15، 5 ومعايا الواحد، و5 في 1 ب 5، و1 6 بس. ال19 دي عدد ايه؟ أولي، هو كده بس، هو يساوي 19 بس، ليس له عوامل أولية. أقول له ليس له عوامل أولية، هو خلاص هو كده بس 19. يبلغ عدد سكان أعضاء دول جامعة الدول العربية 22، اكتب العدد في صورة حصر ضربه، أقول له يعني 11 ضرب 2 بس، 2 في 1 ب 2، و2 في 1 ب 2، يبقى 11 في 2. حداشر في 2، صنف كل عدد إلى أولي وغير أولي. طيب هنقول له ال17 أولي، صفر غير ذلك، 15 غير أولي، لأن بيقبل الاسم على 5 وعلى 3 وعلى 1 وعلى 15، 44 غير أولي، ليه؟ لأن طالما عدد ال44 غير أولي لأنه عدد زوجي، يعني الأربعة طالما ألاقي هنا عدد زوجي أعرف إن هو غير أولي على طول. لو قسمناه على ال22 هيديني، ينفع يتقسم على ال22، تمام. 23 أقول له أولي، ليه؟ لأنه ملوش غير ال23 يتقسم عليه، تمام. سبعة وخمسين غير أولي، خمسة وأربعين غير أولي، تسعة وعشرين أولي، 56 غير أولي، 93 غير أولي، 5 تلاقي مضاعفاته، بس تلاقي هنا 5 تعرف إن هو غير أولي، تلاقي 93 هنا، 93 دي لو جمعتهم، لو تلاقيت مجموعه 3 أو مجموعه 6 أو 9 أو 12 أو 15، يعني مضاعفات التلاتة، اجمع كده 3 و9 هيديك 12، يبقى إذا هو غير أولي، تمام؟ 53 أولي، 31 أولي. ما ينفعش يتقسم الا على نفسه. يبقى ناخد بالنا من حته اي ثلاثه، اي عدد مجموعه ثلاثه او مضاعفاتها يبقى غير اولي،
مقامه خمسة أو صفر يبقى غير أولي، مقامه عدد زوجي يبقى غير أولي، تمام؟ حلل إلى العوامل الأولية، نحلل الأعداد دي إلى عواملها الإيه؟ الأولية. يا الله 24 كم في كم يدينا 24؟ 4 في 6، الأربعة ضرب إيه؟ ضرب 6، يعني 2 في 2 و3، الستة بتساوي 3 ضرب 2، بس كده. ده بالنسبة للأربعة وعشرين. بالنسبة للتمنتاشر، التمنتاشر 2 في 9، 2 ضرب كام؟ 9، هننزل 2 والتسعة تساوي 3 ضرب 3، 3 ضرب 3. نروح للأربعين، 4 ضرب 10، ممكن أقول 5 ضرب 8، في الآخر هي نفسها، 2 ضرب 2، والعشرة هتساوي 2 ضرب 5، ونضربهم في بعض، يبقى 2 في 2 في 2 في 5. نخلص دول علشان نشوف اللي بعده. طيب ناخد 25، 75، أقول 3 ضرب 25، 3 ضرب 25، هننزل 3، و25 بتساوي 5 ضرب 5، 5 ضرب 5، يبقى دي بالنسبة للـ25. 27، 3 في 9، 3 ضرب 9، وطبعا هاخد 9 حللها، يبقى 3 ضرب 3 ضرب 3، بس 3 ضرب 3 ضرب 3. نمسح اللي فوق دول عشان متتلخبطوش. اهم نروح بقى 32، 4 في 8، الأربعة ضرب ايه؟ 8، مش كده؟ نحللهم، هناخد 2 ضرب 2، دي 2، والأربعة هناخد 2 ضرب 4، 2 ضرب 4، يبقى دلوقتي بالنسبة للاتنين وايه؟ و30 اهي. طيب 49، ناخد 49، 7 في 7، 7 ضرب 7، بس 25، 5 ضرب 5، وخلص. 42 هنقول 6 ضرب 7، 6 ضرب 7، السبعة هتفضل زي ما هي، لكن الستة هتتحلل، 2 ضرب 3 ضرب 7. كده ماشي الأمور. نمسح دول.
آخر حاجة عندي الصف الأخير تحليل العدد 104، أنا أقسم 2 ضرب 52، 2 ضرب إيه؟ 52، وبعدين هنا الاتنين هتنزل زي ما هي، هنا 52 هتبقى لو قسمنا تبقى 26 في 2، 2 ضرب ايه؟ 26، وبعدين هاخد ال 26 اقسمها 2 في 13، 2 في ايه؟ في 13، يبقى نشيل ال 26 دي وهنخليها كده، نشيل دول كلهم ونعمل الاعداد بقى الخلاصة بتاعتهم، 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 13. ليه؟ لأن 26 هتتقسم 2 في 13، أول كانت 52، يبقى كده هنقول له 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 13، 2 في 2 ب 4، في 2 ب 8، في 13 هتعطيني 100 وإيه؟ و4، 55 هتبقى 11 ضرب 5، وهنا 7 ضرب 11، يبقى هنا عندي 3 اتنينات مضروبين في بعض وبعدين 13، هنا 11 في 5 و7 في 11، هنا بيقول لي استعمل الجدول أدناه. طيب بيقول لي هنا ايه؟ أي الأطوال، استنى، أي الأطوال لها ثلاثة عوامل أولية، يعني الأطوال اللي لها ثلاث عوامل أولية اللي بتتفكك اللي هي ال 12، أقول له إيه؟ 12، تمام؟ أي الأطوال عواملها الأولية متماثلة اللي هي 121، 121 و 49 والأربعة، فهنا أي الكواكب يمثل طول قطر عدد أولي اللي هو المريخ، يعني 7، أقول له أكتب له كده المريخ والأرض والمشتري، 3 و4 7 والمشتري. اذكر طولي قطري كوكبين لهما عاملان أوليان مشتركان لهم الأربعة، والاثنين، أقول له الأربعة والاثناشر، الأربعة واثناشر، هنا بيقول لي نسقت نورة عدد من باقات الورود أو الورد، كل منها يحوي العدد نفسه من الورود. طيب فإذا كان العدد 20، أوجد ثلاث طرق، 20 أول حاجة أقول له إيه؟ 5 خمس باقات، في كل باقة 4 ورود، يبقى 5 باقات في كل باقة ايه؟ 4 ورود، 10 باقات في كل باقة
وردتا. أربع باقات، في كل باقة 5 ورود. للطريق، وممكن أقول له باقتان باقتان، في كل باقة 10 ورود. صنف كل فيما يأتي، إذا كان أولي أو غير أولي أو غير ذلك. قلنا طالما إن المقام بتاعه الأحد بتاعه 5، يبقى غير أولي على طول، معروف كده، لأنه يقبل القسمة على 5. طالما إن هو المقام بتاعه 179، ده أولي. 114 عدد زوجي، يبقى أولي. دي أقول له هنا إيه؟ أو غير أولي، لا أنا عدد زوجي، غير أولي، غير أولي، لأنه عدد إيه؟ المقام بتاعه عدد زوجي، الأربعة تقبل القسمة على 2. المجموع بتاعه 1 و9 10 و2 يبقى 12، يعني من عوامل العدد 9، يعني 3 من مضاعفات العدد 3، 3 9 12، إذن هذا غير أولي. طالما من مضاعفات العدد 3، يعني من 3 6 9، لو جمعناهم مع بعض هتلاقيهم 12، يبقى هو غير أولي، يبقى يقبل القسمة على 3. يبقى غير أولي، غير أولي، أولي، غير أولي. اختار عددين أوليين كل منهما أكبر من 50 وأصغر من إيه؟ من 100. أكبر يكون أكبر من 50 وأصغر من 100. طيب عندنا مثلا نقول له 53 59 61. ثلاثة وخمسين، 59، 61، 67، كل دي أعداد، وفي 71 و73 اللي أنت عاوزينه، يعني إيه؟ هو عاوز 2 بس. يمكن التعبير عن جميع الأعداد الفردية الأكبر من 7 في صورة مجموع 3 أعداد، ما العدد 3 أعداد مجموعهم 59. ممكن في أعداد كتير، يعني أنا ممكن أقول له 17 زائد أعداد فردية 19 زائد 3 وإيه و20 يساوي 59. وإيه كمان ممكن أقول له 7 و23، يعني دي برضو طريقة تانية، 7 زائد 23 زائد 29 هتعطيني كام؟ 59. وممكن 5 و17 و37، يعني ممكن كده 5 زائد 17 زائد 37 هيساوي برضو 59. تمام. العددان الأوليان التوأمان هما عددان أوليان فرديان صحيحان ومتتاليان. مثل عاوز الأعداد لغاية 100. طيب خلصنا دول الأول علشان نعرف إيه نكتب.
نمسح دول. عاوز أعداد تكون لغاية الأعداد الأولية لغاية إيه؟ 100. من بعد 13، من بعد 13، يعني أنا أقول له 13 و17 مثلا، 13 و17 دولت عددين إيه؟ أهم دول كده أول عددين، وبعدين 19 و23، واعملهم له في قوسين كده، وبعدين 29 و31، 29 و31، وتعملهم له بين قوسين، وبعدين 37 و41، 37 و41، وعملهم له برضو بين ايه؟ قوسين. وبعد 41 43 و47، ونعملهم له بين قوسين، و53 و59، 53 و59، ونخليهم بين قوسين، وبعدين 61 و67، وخليهم له برضو بين قوسين، 71 و73، وبعدين 79 و83، هنكتبهم من اهو، 79 و83، و89 و97، 89 و97، خليهم برضو بين قوسين زي ما احنا ماشيين. وكده نكون خلصنا الأعداد المتتالية التوأمان اللي جنب ايه؟ بعض. خلاص كده؟ خلاص المفروض انتوا خلصتوا اللي فوق دول اكيد، ودول ودول. بيقول لي عاوز اوجد جميع المثال المضاد، هو مثال يبين خطأ عبارة معطاة. اوجد مثال مضاد للعبارة الاتية مع التفسير ذلك: جميع الاعداد الزوجية اعداد غير اولية. اقول له جميع الاعداد الزوجية غير أولية ما عدا الصفر، ما عدا الصفر والاثنين. صفر وليه والاثنين ليه؟ لأن الصفر غير ذلك، والاثنين أولي، الاثنين أولي. وأحط لكم جنب الصفر صفر، نكتب له كده عن الصفر، وممكن نكتب له كده الصفر والاثنين لو حبيتوا تكتبهم كده ما عدا الصفر والايه والاثنين. يبقى ده انا اعطيت له مثال جميع الاعداد الزوجيه غير اوليه ما عدا الصفر والاثنين، يبقى ده مثال عكس ده. كيف تعرف ان العدد ما اولي؟ اذا لم يكن له عوامل غير نفسه والواحد فقط، ملوش يعني ملوش عوامل
غير نفسه الواحد ايه فقط، يعني اي لا يقبل القسمة سوى على نفسه والواحد. يعني ما ينفعش يتقسم الا على نفسه ليه والواحد، زي التلاتة ما تنفعش تقسم الا على نفسها وعلى الواحد، زي الاتنين ما تنفعش تتقسم الا على نفسها والواحد، السبعة الخامس كده. يبقى اي اذا لم يكن له عامل غير نفسه والواحد فقط، يبقى اولي اي لا يقبل القسمة سوى على نفسه والواحد، يبقى انا كده عرفت ان هو عدد ايه اولي. هنا اختبار بالمرة عشان يبقى خلصنا. أي مما يأتي يعبر عن تحليل العدد. شوف أنت هتعرف إزاي إن العدد دوتي تحليل العدد، نقول له 3 في 75 وبعدين هتحلل 75 إلى 25 وبعدين 25 إلى 5، يبقى 3 في 3 في 5 في 5، 3 في 3 في 5 بإيه؟ بخمس. ده هو لان الاول ضربتها 3 في 75 عشان تبقى انت عارف احنا عملنا ايه. اهو 3 في 5 وايه و70، نزلنا التلاتة 75 هتبقى كام؟ 3 في 25، 3 في 5 وايه و20، وال25 حللناها 5 في ايه في 5، فطلعت 3 في 5 في ايه 3 في 3 في 5 في 5. تمام. ثانية اركب الشاحن قبل ما لا بيفصل ونكمل معكم. لا تبخلوا علي باللايك والدعاء والاشتراك في القناة أبطال. يلا نكمل. هنا بيقول لي عاوزين نشوف حجم متوازي المستطيلات، نمسح دي الأول كده ونطلع سنة صغيرة. عاوزين حجم متوازي الايه المستطيلات. طيب هو عطيني 75، ايه اللي يعطيني 75؟ التلاتة في خمسة بخمستاشر في خمسة يديني 75. اهو 3 في 5 في 5 ب 25 في 3 يديني 75، يبقى هو ده. الانماط 5 بقت 7 زودت اول مره 2، والمره الثانيه زودت 3، والمره الثانيه زودت 4، وبعدين زودت 5، المره دي زودت 6 تبقى كام؟ 25. تبقى هنا 25. طيب سافر بدر وعائلته المسافة دي، هنقسمهم 840 على 5 على 105، هتطلع معايا تساوي 8 ساعات. 8 ساعات زائد ساعة استراحة زائد واحد يساوي 9 ساعات، لأن هو استريح ساعة، يبقى قطع المسافة في إيه؟ في 9 ساعات. يبقى إحنا قسمنا 804 على 105 طلعت 8 ساعات، زودت عليهم واحد يساوي 9 ايه؟ 9 ساعات. يبقى اقول له 9 ساعات، 9 ساعات دي مهارات اوجد ناتج ضرب كل مما ياتي. 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8، اقول له 8. 4 في 4 ب 16، نضرب الأربعة في ستة بأربعة وعشرين، أربعة ومعايا الاتنين، والأربعة في واحد بأربعة واتنين ستة، وهنا 10 في 10 يعني حط 3 أصفار يبقى 1000. وكل عام وأنتم بخير، لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي معلومات مهمة جدا عشان نعرف إذا كان العدد أولي ولا غير أولي. العدد الأولي لا يقبل القسمة إلا على نفسه والواحد، مثل الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة. لو ينفع يتقسم على أي عدد تاني ما يبقاش أولي. العدد غير الأولي بيقبل القسمة على أعداد أخرى غير الواحد ونفسه، يقبل القسمة على أعداد أخرى. كل عدد أحاده صفر أو اثنين أو أربعة أو خمس أو ست أو ثمانية غير أولي، غير أولي. طالما صفر او اتنين او اربعة او خمسة، لان الخمسة بتتقسم على الخمسة والستة تتقسم على الاتنين، الباقيين دول كلهم بتقسموا على الاتنين، يبقى غير اولي. كل عدد زوجي غير اولي.
كل عدد زوجي غير أولي سوى الاثنين، كل عدد فردي أولي سوى الاثنين، كل عدد فردي أولي سوى الاثنين، يعني الثلاثة والخمسة ماشي والسبعة 13 كده 11 يقبل العدد القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه 3، يعني مثلا 2 و1 يعطوني 3، يبقى إذا هذا عدد غير أولي. ومضاعفاته زي بقى 3 يبقى 6 9 12، لو جمعت أي عددين ولقيت مجموعهم 3 أو 6 أو 9 أو 12 أو 15 يبقى يكون عدد غير أولي. ليه؟ لأنه بينفع يتقسم على الثلاثة غير نفسه وغير العدد الأولي. يبقى إذا طالما ينفع يتقسم على الثلاثة غير نفسه وغير العدد وغير الواحد يبقى هو كده عدد غير أولي. يعني إيه يعني؟ ما واحد يقول لي يعني مانيش فاهم، يعني أنا مثلا لو أنا أقول له لو أنا عندي 5 و1 جمعتهم هيبقوا كام؟ جمعهم كده يساوي 6. يعني إذا الـ15 ده هم عدد غير أولي. ليه؟ لأن مجموعهم 6 من مضاعفات الثلاثة. طيب لو قال لي كده 12، اجمعهم كده 2 زائد 1 كام؟ يساوي كام؟ يساوي 3. يبقى إذا طالما تنفع تتقسم على الثلاثة، الـ12 ده مجموعة 3، يبقى إذا هي عدد غير أولي. يبقى إذا الـ12 غير إيه؟ أولي. لو قال لي مثلا 7 و2 معهم كده هتلاقيهم 9 من مضاعفات الثلاثة، لأن 3 6 9 12 يبقى إذا غير أولي. يبقى أي عددين مجموعهم 3 أو مضاعفات الثلاثة، يعني 3 6 9 12 15 18 21، أقول عليه عدد غير أولي لأنه يقبل القسمة على 3، ويقبل أيضا العدد القسمة على 5 إذا كان أحده 0 أو 5، ويكون هنا غير أولي. ليه؟ لأنه بيقبل القسمة على 5، يبقى إذن هو عدد إيه؟ غير أولي. طالما أحده 0 أو 5 أعرف إن هو عدد غير أولي. يقبل العدد القسمة على 10 إذا كان أحده 0، وبرضه أقول عليه عدد غير أولي. إذا كان أحده 0 أعرف إن هو عدد غير إيه؟ أولي، 10 20 30 40 كده، يبقى ده عدد غير أولي. في الختام لا تنسونا من اللايك والاشتراك والدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.